السلام عليكم، مساء النور ومساء الخير ومساء الزهر والورد والياسمين. اليوم مكيف مديمة، كل نهار كارثة جديدة. اليوم معنا واحد الكارثة من عيار ثقيل، كارثة خصكم توقفوا ديروا الأحزمة، شدوا في راسكم. كما كيقولوا القلوب الضعيفة ما عندها ما دير هنا، ما عندها علاش تسمع هذه القصة. سمعوا مزيان هادشي، هذا اللي غادي نحط لكم هذا النهار. انا متأكدة انكم غادي تشوكوا. حطوا يديكم على قلبكم، شي حاجة اللي غادي تسمعوها فريدة من نوعها، اول مرة غادي تحطنا هذه القصة هذه في هذه القناة هذه. اول مرة غادي نسمعنا بهذا الشيء، سبحان الله والعجب. هذا الشيء بزاف اللي غادي تسمعوا في هذه القصة، وإلا ما سمعتوهاش فات من عمركم بزاف. ما غاديش نطول عليكم اكثر من هكذا، وما غاديش نخليكم مشوقين. بطبيعة الحال غادي نحط لكم القصة، سمعوها من البداية باش تفهموا القصة علاش طالعة حتى للنهاية. ما تنساونيش مجيو كومونتير وبارطاجيو كاملين باش تعم الفائدة وبزاف الناس يتوعوا. بقاو معايا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، بنتي امينه كيف دايره؟ لاباس عليكم. انا في الاول غادي نحيي كاع الناس اللي كتشاهد هذه القناه، وغادي نشكركم كاملين على النصائح اللي كتقدموها لاصحاب المشاكل اللي كيحطوا القصص ديالهم في قناه اسمها حكايتي. وحتى انا جيت اليوم باش نعاود لكم قصتي، ونعاود لكم مجاليه معاود الهم ديال راجلي اللي كان كيحسب ليا باللي هو عارف ما بينه وبين الله، وهو طلع أكبر خائن على وجه الكرة الأرضية وأكبر شيطان ومنافق. ولكن قبل ما نعود لكم عليه، غادي نعرفكم عليا كيف ما داروا الناس اللي سبقوني في هذه القناة. سميتي خديجة، هذا اسم مستعار. العمر ديالي 50 عام، مطلقة وعندي 2 ولاد وبنت وحدة. الحمد لله دوز الطفولة ديالي عادية، واخا ما كنعقلش على شي حوايج دازو في حياتي، واللي كنعقل عليه هو كنت عايشة حياتي بحال جميع الناس. الاب ديالي كان راجل درويش وعلى قد الحال، هو كان شاد واحد الفيرما كيخمس فيها. اما امي ما كانت لا خدامه ولا ردامه، يلاه كتكفى مع التربيه ديالنا انا وخوتي، حيت تبارك الله امي ولدت الزينه ديال الدراري والزينه ديال البنات. عندي 5 ديال خوتي بنات و4 ديال خوتي دراري، ومع راكم عارفين الناس ديال شحال هادي كانوا كيتعدوا غير على الحمله والولاد. اللي كتحمل كل عام كيحسب ليها دارت انجاز عظيم في حياتها، ولكن في الاخر كتلقى راسها حاصله في التربيه ديالهم. المهمه علينا، انا هي البنت الكبيره في خوتي كاملين، ومني بديت كنعقل على راسي وانا في تمارا الكحله، امي كتولد وانا كنربي. نقولوا كنت متعاونه معها في التربيه ديال خوتي، وكل شيء كان مني انا، اللي كنجمع الدار وكنشقى، وانا اللي كنصبر لخوتي ونخرقهم، وانا اللي كنوجد الماكله للوالد ونديها ليه للخلا. المهم كنت كنضل نهار ومطر وانا واقفه على رجل وحده، ولكن من بعد كل شيء لقيتو، كل شيء لقيتو في دراعي. خرج حادك من الصغر ديالي وكنعرف نخدم كل شيء، الحمد لله والشكر لله. ايوا بقيت متعاونه مع امي في الشقه ديال الدار، وفي نفس الوقت كنمشي نقرا. وييه حتى انا بنتي امينه دخلت للمدرسه وتعلمت وقريت، واخا ماشي بزاف. قريت من الابتدائي حتى القسم الخامس، يعني من الاول ابتدائي حتى الخامس ابتدائي. من بعد خرجت حيت الوالد ديالي غير شافني بديت كنبان وكنطفح وكنعطي للعين، قال لي صافي يا بنتي جلسي ريحي في الدار وعاوني امك في الشقه وبركه من خطيبتي ديالك. قلت لي بحال شابه، قال لي غتخرجي من المدرسه وتجلسي في الدار تشقي مع امك حتى يسهل عليك ربي وتمشي ديري دارك. فعلا انا حطيت الراس للوالد وخرجت من المدرسه وبقيت كنشقى مع امي، حيت ما كنتش كنقدر نتغنم مع الوالد، والا بقى قال شي حاجه صافي خصني نديريو. قال لي خرجي هي خصني نخرج. مع شحال هادي كنا كنحطو ريوسنا للوالدينا وكنسمعو الهضرة ديالهم. ايوا داكشي اللي كان. خرجت وبقيت مقابلة غير تمارة، كلشي كان كيخرج من ظهري. خاصني نشقى ونقابل خوتي ونجمع الدار باش امي تكون على خاطر خاطرها. ايوا هكذا بقيت. من بعد ما دازت واحد الاشهر جاوني شي ناس يخطبو فيا، تصوروا انا يلا كنلعب في الزنقة ويلا عندي 12 عام، البلوغ هو الاخر كنت مازال ما بلغت، والوالد بغى يزرب عليا ويزوجني وقال لك حقه ما تحقه، انت خاصك تعمري على راسك وتمشي تولدي ولادك. ولكن انا ما بغيتش، وقلت لهم غير الزواج اللي ما نتزوجش، عياو كيف ما يديروا ليا، ولكن ما بغيتش نتزوج. قلت لهم مش من زواج هذا، واش من ولاد اللي بغيتوني انا نمشي نولدهم، وانا راسي باقا خاص لي ربيني، واش نتوما حمقين تزوجوني دابا؟ ايوا النهار اللي جبدوا لي فيه حس الزواج كنهز راسي وكنهرب عند واحد الناس كان كيعرفهم الاب ديالي، وكنتخبى عندهم. كنت كنقول لهم انا ما باغاش نتزوج، واللي بزز عليا الزواج بالصفه ليا غادي ندير شي حاجه في راسي. ايوا كنبقى نبكي.
الوالد عيا ما يراوغ فيا ويقنعني نمشي نتزوج، انا ما بغيتش وقلت لي غير الزواج اللي ما غاديش نتزوج. صافي الوالد من شافني مقصحه راسي وما بغاش نتزوج قال لهذوك الناس البنت راها ما بغاتش وغير سمحوا لينا وصافي، راكم عارفين البنت باقا صغيره وما عندها عقل، وزيد عليها واخا حتى تزوج بولدكم ما غاديش تعمر ليكم العين حيت باقا ما نضجت. ايوا دوك الناس قالوا لي صافي ماشي مشكل الزواج بالخاطر، ما عمر الزواج كيكون بالسيف، منين البنت ما بغاتش الله يسهل عليها من جهه اخرى، وحتى حنا الله يعطينا شي الناس اللي تفهمنا ونفهموها. من بعد مشاو بحالاتهم، انا ملي عرفتهم مشاو بحالاتهم تنيت فرحت من كل قلبي وقلت اللهم لك الحمد ما غاديش نتزوج. صافي بقيت عايشه حياتي مع خوتي بحال ديما وضربه الزمن بركله، ما مسوقه حتى لشي حاجه. ايوا من بعد واحد المده هو يجي واحد ولد جيراننا كيخطف فيا وحتى هو ما بغيتوش، قلت لهم والله ما نتزوج به. الوالد قال لي علاش بنتي ما بغيتيش؟ قلت ليها الوالد انا ما بغاش نتزوج دابا بلاتي عليا، واش نتوما قنتو فيا ولا شنو؟ يا كان باقا صغيره ما برت ما شفت ليكم هنا ما والو. المهم معا كنت انا كنعاونها في خوتي وهز عليها الثقل الكبير، ما خلاتش الوالد يزوجني، قالت لي خلي عليك البنت في الثقه راها باقا صغيره، واش تزوجها هاد الشهر وتم جايه لك في الشهر الجاي؟ واش انت ما عارفش ولد فلان كيف داير؟ ياك ما خدام ما ردام ما عنده دار باش يعيش هاد المراه وهو ما غير كاين، وزيد مو خواتاتو جمرات حمرات فين باغي تعطي البنت. ايوا بقات عليه حتى قنعاتو باش ما يزوجنيش، فعلا ما زوجنيش بداك السيد. ايوا بقيت مع الوالدين ديالي حتى درت 17 سنه، فهاد السن هذا خطبني واحد الولد كانت عنده يلا 19 عام حافظ القران الكريم. داك العام هذا كان مشارط في واحد المسجد في واحد العربيه وكان كيصلي بالناس وكيعلم وليداتهم القران. الوالد ديالي مني شاف الولد قاري والناس وباقي صغير قال لي يا بنتي منين ربي سهل عليك بهذا الفقيه سيري توكلي على الله وتزوجي به وراها باينه فيه ولد الناس. انا حتى هاد المره ما بغيتش وقلت لهم غير هو اللي ما نتزوجش به، ومن قالت لي هاد المره والو لو طارت مهزة انت غادي تمشي تعمري على راسك وتزوجي وغادي تزوجي بهذا الفقيه هذا، واش بغيتي تبقاي لي هنا؟ طلع لك الشنعه ديال كيخطبوها ما كيكملوش عليها. قلت لها ماشي شغلي انا امي ما بغيتش نتزوج به. ايوا بقيت كنبكي ليهم، قالت لي ابكي ولا جلسي هذا هو رزقك وهذا هو مكتبك سيري تزوجي على راسك، واش اللي جات رفضيه مالك شو كتسناي؟ واش يحسب لك راسك الا تعطلتي في الزوج غادي تزوجي بالحسن ولا الحسين ولا شنو؟ راه راجل راجل، اللهم سيري ستري راسك دابا محدك صغيره وولدي ولادك كنتي صغيره. المهم بزو عليا هاد المره الزواج وقالوا لي انت في سن الزوج وخاصك تمشي تحمري على راسك وتولدي ولادك، وزيدون هاد الراجل اللي خطبك راه ولد الناس ومعروف في القبيله ديالهم. انا هاد المره ما لقيت ما نقول، حطيت راسي وافقت نتزوج به واخا هما ساكنين غير في العربيه والتكرفيس، ما قلت والو. الاهل ديالهم منين نعرفني قبل الزواج بولدهم جابوا الخطابه ديالهم جاو يخطبوا، اما الراجل ما جاش تصوروا جاو يخطبوني وفضوا مع الوالد على كل شيء، وانا ما كنعرفش هذا الراجل اللي باغي يتزوج بيا كيفاش حتى داير، وهو حتى هو ما كيعرفنيش وما عمره ما شافني. ايوا ما نخبيش عليكم ما كانش عندي غرض كيف غادي يكون ولا كيف داير الشكل ديالو، صافي قلت كيف ما بغى يكون انا قابله عليه وغادي نتزوج به وما عنديش اختيار اخر، حيت الوالدين ديالي باغيين يزوجوني بالسيف ولا بالخاطر، داكشي اللي درت وافقت عليه. صافي الوالد ديالي تام مع الاهل ديالو حددوا العرس ما بين الخطبه والعرس 20 يوم ولا ما كاملاش. ايوا درت العرس ديالي بلا عقد، درنا غير الشهود وصافي. من بعد زفوني لداري، تخيلوا انا عروسه ومازال ما شفتش العريس وما كنعرفوش حتى النهار اللي غادي يدخلوني عنده للبيت عروسه. دخلت عند الراجل البيت وانا ما عارفاش واش هو العريس ولا غير جاب ليا بالي، ني شفتو ما ارتحيتش ليه. السيد واخا باقي صغير ما زوينش طويل وضعيف داير بحال وحيد كيف ما كيقولوا، انا غير شفتو بجلابه بيضاء واقف قدامي ما حملتو ما قبلتو، وعاد هو غير شافني جا عندي وبقى كيزول ليا في حوايجي، بقيت كنغوت وكنقول ليه طلق مني وكنغوت على ما في جهدي وكنقول لهم ويك ويك عباد الله قولوا لي بعد مني. مو واخا سمعتني كنغوت ما بغاتش تدخل علينا، مع كانوا كيتسناوني ندير الدخله ديالي ونخرج صباحي. المهم عيت ما نضرب فيه ما بغاش يطلق مني، قال لي انت مراتي وانا راجلك ومن اليوم خاصك تعودي عليا ودابا بلا ما تضيع عليا وقتي، الناس راهم كيتسناو فينا باش نرميو ليهم الصباح ديالك. ما حملتوش وما قبلتوش يقيسني، ولكن ما كان عندي حد ما ندير، خليته يتقرب مني ودا صباحي. من بعد خرج داك الزيف وخرج عندهم، سمعتهم كيزغرتو كيفرحوا بيه، بقيت كنبكي على ما في جهدي. شويه يدخل عندي امي، ملي جات لقاتني دايره بحال شي دجاجه مريشه، حالتي حاله والراجل فرعني وقصحني وكل شيء في دمايات، جاتني بحال يموراجي، وبقات كتسمح لي تمسح لي الدمايات من رجلي وكتسكت فيا.
حنا عاد هكذا كي تدخل عندي العدوزه، وامي على العدوزه اللي عطاني ربي شحال قبيحه، شاطه معطى واعره بلا قياس، كانت الجمره الحمراء وشعلت فيا انايا. بالدخله اللي دخلت عندي البيت قالت لي نوضي جميع على فرقشك وجيت بعيني للدوش. شفت امي قلت لها امي اش من دوش هذا في نص الليل؟ قالت لي حنا عندنا عاده في القبيله ديالنا، العروسه مني كتخرج الصباحه كتمشي الدوش وتمشي الكوزينه تعجن الخبز وتخمره وتطيبه، وهكذا باش كنعرفوا العروسه واش حادقه ولا خايبه. المهم جرتني في داك الليل واحد الطواليت داير بحال القفص وفيه الظلام، شعلت ليا غير شمعه وواحد اللمبه وعطاتني ندوش، وكان السم ديال البرد. هذيك الليله دوشت، شو غادي نقول لكم، مي اللي لبساتني. من بعد دخلوني الكوزينه نعجن ليهم الخبز، ويه انا عاد عروسه وليلتي الاولى عند ناسي والعدوزه نوضتني نعجن ليهم الخبز. المهم عجنت خمرتها طيبتها، مع انا كنت مالفه بالشقه والشغل ديال الدار، يعني ما غلبنيش العجين، واصلا العجين عندي ساهل ماهل. ايوا هي هذيك دوزت الليله ديالي الاولى عند ناسي. من بعد هذاك النهار وانا عايشه في القطران المقطر، راه اللي غادي يدوز عليا مع هاد الناس ما عمرني ما سمعت به. اول حاجه الراجل ما كانش عنده فيا غرض، ثاني حاجه عدوسي هي اللي كانت كتحكم فيا وفيه، واي حاجه بغينا نديرو حتى كنستشر مع العجوزه عاد كنديرها. ويا ويلك يا ويلك، شي نهار الحاجه ديريها بلا خبارها، الا بقيت حتى درت شي حاجه بلا خبارها اش غادي نقول لكم، ولا درت شي حاجه اللي يقول لي عليها عقلي كانت كتموت كتضربني قدام راجلي. والغريب في الامر ما عمرو قال لي امي هذيك راها مراتي وعلاش تقولي ليها بحال هكذاك، واخا كنمشي كنتشكى عليه منها ما كيقول ليها والو، عاد هو كيخاصم عليا وكيقول لي هادي راها امي شنو بغيتي ندير لك، واش نعق امي انا ونرضيك انتيا؟ انا كنت كنقول ليه انت رضي غير ربي بعدا وشاد غير بالحق، راه هي اللي كتعدى عليا. المهم السيد ما كانش على بالو بيا نهائيا، وزيد هو كيمشي للجامع اللي مشارط فيه وكيخليني انا خمسة على دارهم. والله العظيم الا كنت بحال شي حمار كلشي كيديروه على ظهري، وزيد الويسات ديالي اللي كانوا شادين معايا الضد، كانت واحد لوسي مطلقه مدوزه عليا الحدندن، ودائما كانت كتقول لي والله مع خويا ما نخليك، والله حتى نخرجك مع الدار وترجعي لداركم كيف ما رجعت انايا. انا ما كنتش كنديها فيها وكنخليها تهضر حتى كتشبع وترجع تسكت. المهم بقيت حاطه ليهم الراس وصابره وكنقول معليش دابا تقاد الحياه ونعيش مزيان، معليش دابا تقاد الحياه ونكون مزيان. بقيت صابره على زهري وكنردد هاد الكلمات في عقلي، وبقيت مصابره على زهري ومكتبي. من بعد اشهر طلعت حامله، حملت بولدي الاول. ديك الحمله هذيك انا ما حسيتش بها نهائيا حيت كنت سديه غير في الشقه وتماره وما كانش عندي الوقت لراسي. شنو غادي نقول لكم، ما تخنت عليهم ما توحمت كيف الواحمات، واخا كنت كنشم الحاجه تعجبني ولا كانت شهاه ما كنتش كنقدر نطلبها. منين عرفت راسي حامله ما ديتهاش في راسي كاع، وحتى الطبيب ما كنت كنمشي ليه. حتى لواحد النهار جاني واحد الوجع وبقى كينزل مني واحد الماء، قالت لي عقوسي انت غادي تولدي. ايوا مشى جابت لي القابله ولدتني غير في الدار، وحتى النفس يا خواتاتي ما نفسونيش. نط من نهاري الاول كنشقى عليهم وما كنتش كنقدر حتى نتمشى. عقوسي مي كتشوفني كنمشي غير بشويه كتبقى تخاصم عليا وتقول لي ازيتي قدامي انت كتعوجي عليا. ملي كنقول لها خالتي انا راني عيانه وفيا السخفه، كتقول لي اش من سخفه اللي فيك، هذا راه البهتان الخاوي. وكتبقى عليا واش غير انت اللي ولدتي، واش غير انت اللي خرجتي الراس، واش عندك بالك جبتي لي الحسين، كتبقى بشلا كلام. وانا خاصني كيف ديما ما نقول حتى شي حاجه. ايوا بقيت صابره عليهم وعلى المعامله ديالهم. من بعد ما وصلت للسن القانوني ديال العقد الوالد ديالي جمع ليا شنو خاصني نجمع، ومشيت انا وراجلي عقدنا ودرنا العقد ديالنا. من بعد العقد بشي شهرين ولا ثلاثه هو جات واحد الخدمه في واحد المدينه، قالوا ليه كاين واحد المسجد خاصك تمشي تشارط فيه. ومني قالوا لي المدينه عجبو الحال ناض سمح في الجامع اللي فيه كيف ما كيقولوا الناس العربيه، خلى لواحد خوه اللي كان صغر منه ونزل المدينه يصلي بالناس، اما انا بقيت مع والدي معاهم في داك العربيه. هاد المره غادي يدوزوا عليا الدكاكه اكثر من الاول، دائما عدوسي كانت كتجرني من شعري وكتبقى تشطب بيا الارض وكتعاير فيا، واخا الصراحه ما كنت كندير ليها والو. هي ما كانت كتحمد الله وكتشكرو حتى كتبرد فيا قلبها. من كنقول لها حشوم عليك اخواتي انا شنو درت لك، كتقول لها سكتي ولا غادي نزيدك. انا ملي كنت قدك كنت كناكل من عقوسي ماكله الحمر ديال الطاحونه، وما عمرني عليت عيني فيها، ودابا انت هضره جوج كتنوضي تبيني عليا نيابك وكتبقى عليا بالمعيور وما كتخلي فيا غير داك الشيء اللي كتنسى. انا كنبقى غير كنبكي وكنطلب الله يدير ليا شي تاويل ديال الخير معاها.
المهم بقيت صابره على ما بيا. راجلي كيشارط في المسجد شهرين وكيجي يجلس معنا سيمانه وكيرجع يمشي بحاله. بقينا على داك الحال سنوات وسنوات حتى ولدت وليداتي كاملين من دار شيخي. ما نعاودش ليكم شنو داز عليا معاهم. راه والله ما بغيت نصدمكم داكشي اللي دوزت في حياتي مع هاد العجوزه بالخصوص. نطلب ربي يسمح ليها لما دوزت عليا وصافي. المهم بقيت واحد المده من بعد راجلي غادي يفاجئني. قالك حقه ما تحقه الناس جمعت لي الفلوس وشراو لي دار في المدينه. عارفه عنده وليدات وخاصهم يقراو في المدرسه وقالوا يديروا معاه هاد الخير ويشوا ليه الدار. شي محسنين خارج المغرب هما اللي عاونوا الناس باش يشريو للفقيه الدار. انا ملي عرفت الخبر فرحت بزاف وقلت الحمد لله يا سيدي ربي، واخيرا ربي شاف من حالي وغادي نتهنى من العدوزه وهم ديالها. ايوا نطت انتي مولات الخير، جمعت حوايجي هزيت وليداتي نزلت بهم للمدينه. ما جيت نقول الحمد لله الله على راحة النيت حتى كنلقى 207 وقفت قدام الباب عامره بالرحيل. وياها خواتاتي وياها بنياتي وياها خوتي، وراها جات تبعني العدوزه. قال لك حقه حتى هي بغات تنزل للمدينه وتعيش مع ولدها. واكيد اكيد انا ما عنديش الحق نقول ليها لا، حيت كتبقى الدار ديال ولدها وعندها الحق تجي ليها الوقت اللي بغات. صافي دخلت الرحيل شدت واحد البيت في الدار. هذا البيت هو الكبير، انا كنت باغا نديرو صاله ديال الضياف ولكن هي حرمت عليه. ايوا دخلت لها القش ديالها بقات ساكنه معانا. ما نكذبش عليكم، نكدت عليا العيشه ديالي لا انا لا ولادي اللي رجعت حاطه على اللي داخل وعلى اللي خارج. ما غاديش نقول لكم كنت عايشه مزيان معها ولا مع راجلي اللي ما عمرو اصلا ما كان معايا مزيان. دائما كنت كنحس به بعيد علينا وعاطينا النخال. هو ماشي من داك النوع اللي يتجمع مع ولادو ولا يتهاود معاهم ويسول فيهم، لا نهائيا. ايوا ما نكذبش عليكم اخوتي وبنياتي، داك الشنعه ديال الفقيه كانت بزاف عليه. هو ماشي شي واحد اللي كيعرف ما بينه وبين الله. وشحال من مره حصلت عليه الكذوب والنفاق، وزيد انا ملي نزلت المدينه غادي نعرف عليه بزاف ديال الحوايج اللي ما هماش. في الاول ما كانش عندي بيهم عين، حيت ملي نزلت المدينه اكتشفت بلي راجلي كيجيو عندو الناس للجامع وكيسولوا عليه. انا ملي كنت كنقول ليه شكون هادو اللي ديما كيجيو يسولوا عليك وشنو باغيين منك، هو كان كيقول لي حق راهم كيجيو عندي باش نتسبب ليهم وندير لهم السبب وهادي وهاديك. ملي كنسولو كنقول ليه بحال اش كتسبب ليهم، كان كيقول ليه مثلا الا كان شي وليد مريض ولا مغان كيجي عندي نكتب ليه شي حجيب وربي كيجيب ليهم الشفاء. ايوا قلت ما فيها باس، عنده الاجر فيهم، والا كان كيدي غير الا كان كيدير غير الخير راه مزيان واجره عند الله. بقينا على داك الحال وبقيت انا على داك النيه. المراه اللي كتجي عنده الجماعة كيكتب ليها وكتمشي بحالها. في الاول الناس كانوا كيجيو عنده غير شويه، يعني مره ولا جوج في السيمانه، ولكن مع مرور الايام رجعوا كينجيو عنده يوميا. دائما الناس كتمشي عنده للمسجد وكيكتب ليهم. وشحال من وحده جات كتسول عليه في الدار وانا كنقول ليها الفقيره في المسجد سيري عنده. صافي السيد بقى مدور الحركه وعجبو الحال مسخن جيبو، حيت كانوا كيدوروا معاه ومهلين فيه بالمزيان. في الاول ما كانش كيحسب ليا كيتخلص على ديك الخدمه ديالو، وكنت كنعتقد بلي هو كيدير في سبيل الله. حتى لواحد النهار ويا تجي عنده واحد المراه للدار كتطلب وكترغب فيه. ها العار الفقيه الا ما عاود ليا الخدمه اللي درتي ليا ديك المره وانا غادي نعطيك الدوبل ديال الخلاص على المره اللي فاتت. هو قال ليها ايوا زيديني القد والقد وانا غادي نتقل لك الخدمه. انا ما عرفتش ديال اش هاد الخدمه وعلاش اصلا كيهضروا، حيت راجلي مني شافني راخي عليهم الودن قال لي سيري دخلي بحالك مالكي واقفه كتصنطي عليا. ايوا دخلت بحالي ومشى مع داك خيتي للجامع، حيت داك الكتب اللي كيخدم بهم كانوا عنده في المسجد. صافي السيد بقى على داك الخدمه ديالو انا ما كنتش كنديها فيه، ويلاه متكافيه مع النكر ديال الام ديالو اللي مقابلاني النهار المطر. ما كاينش شي نهار ما يسمعوش الجيران معيورها فيا. واحد جارتي كانت ساكنه حدايا دائما كتقول لي الله يكون في عونك اختي مع هاد العدوزه وصافي، راني دائما كنسمعها كتعاير فيك. كنقول لها ما عندي ما ندير اختي، كتبقى مرا كبيره ومريضه وانا هي مولات العقل وخاصني نصبر معاها. وهي كتقول لي يا اختي بزاف على الصبر. ايوا يا جارتي شنو عندي ما ندير، واش نوض نضربها ولا نتعاير معاها؟ وهي كتبقى مرا كبر مني وما عندي ما ندير، كون غير كانت غير هي وصافي. اح وبردت، راه حتى ولدها ما فيه ما يجب، كل نهار كيبين لي وجهه الحقيقي. والله يا وليداتي واحد بنادم اللي اخ وتفو منه، ما يرحم ما يخلي اللي يرحم، واللي يشوفه يقول هذا اش غادي نقول لكم. طيبوبه ديالو في جلايلو وفي العبايه والعمامه اللي فوق راسو ومسبح لي في يدي يقول هذا هنا نبات، ولكن الا عشرتي غير نص نهار هو امه تقولي اخ منه ام العيشه معاه.
المهم بقيت صابره 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 حتى النهار اللي عدوسي مرضت وعطاها ربي على قد قلبها ونيتها. كانت مرضت واحد المرضه اللي كانت خايبه بزاف لدرجات زحفت في الارض وما بقاتش كتقدر تتمشى وشدت الركنه وطاحت للارض عاد حمدت الله وشكراتو. واخا هي الناس على دارها وانا كندير ليها ليكوش وكنصلى فيها ما حمدتش الله ومازال لسانها مضم للحديد. المراه ما لقات حتى واحد من غير اللي يهزها ويدير فيها الخير وما بغاتش تحمد الله وتشكره. تصور بناتها وولادها اللي ولات من كرشها حتى واحد ما عقل عليها، كل شيء تهرب منها وما بقاوش كيسولوا حتى فيها، وغير انا اللي كنت كندير فيها في سبيل الله. الله يجعل كل شيء في سبيل الله، وكندير داكشي كامل لوجه الله. باش شنو غادي نقول لكم، ما نبرد في هذاك اموتن ديالي، وربي دابا يخلص اكثر من داكشي اللي دوزت عليا. المهم بقيت مهليه فيها دايره اكثر من جدي معاها. النهار اللي كتبغي نديها للطبيب كنحزمها فوق كتافي كنمشي نديها ندوز لها وكنرجع للدار. ولدها يا حسره فقيه وعارف شنو عليه وعارف عقوق الوالدين كدار وعارف الحقوق ديال الوالدين، والله ما كان كيديها فيها. يقدر يبقى سيمانه ما يدخلش عندها للبيت، مع هي رجعت جالسه غير في داك البيت ما كتخرج منه ما كتدرج. نهار كامل والليل كامل وهي في داك البيت، حيت المراه زحفت وتقيله وما كانتش كتقدر تخرج اصلا، ما كتقدرش اصلا توقف، وانا ما كنتش كنقدر نخرجها، كنت كنمسح ليها وكنوكلها وكنخليها في داك البيت حتى مول الامانه دا الامانه ديالو وماتت. ولكن مسكينه تعذبت في الموت ديالها، السيمانه والحر ديال الموت فيها داتها الموت من رجليها، وبقات طالعه كل نهار كنقطروا ليها الماء وكنقولوا صافي الروح غادي تخرج عند الله، ولكن ما ماتت حتى دازت عليها. وفي الاخر ربي نزل عليها رحمته وفرقت الحياه. ايوا درت الواجب ديالي معاها ودرت ليها العزو ديالها دايز الكلام، واخا تعدات عليا وظلماتني بقات فيا وبكيت عليها بالدموع. في نفس الوقت ملي ماتت تنيت وارتاحيت منها. ايوا من بعد العزو ديالها بغيت نخوي هذاك البيت اللي كانت فيه، قلت انا راجلي نخرجوا هذاك السر ونزولوا الحوايج ديالها اللي تصدق يتصدق واللي يترمى يترمى ونوسعوا علينا. هو قال لي شنو قلتي؟ قلت ليه كيف ما سمعتي، وكنظن ما قلت شي حاجه اللي فيها العيب. السيد داك يحمر ويخنزر فيا بطرف العين. قلت ليه علاش غادي نشدو حوايجها في الدار ونبقاو مضيقين علينا؟ هو قال لي والله ونلقى شي حاجه تحركت من هذا البيت، يعني ما تشطبيش الشطابه. قلت ليه كيفاش؟ قال لي ما غاديش نعاود الهضره، هذاك بيت امي غادي يبقى كيف ما هو وانتي ما غاديش تدخلي ليه من اليوم وصاعدا، ما تعتبيش داك الباب ديالو. ايوا بقى كيسب فيا، قال لي دغيا بغيتي تلوحي ليها حوايجها، ما كفاكش ماتت وخلات لك الدار خاويه، بقى لك غير حوايجها بغيتي تخمليهم وتلوحيهم من الدار. ايوا بقى كيليد عليها وكيندب ويقول واه يا امي واجي شوفي بنت فلانه بغات ترمي حوايج ترمي لك حوايجك في الزناقي، واه يا امي واه يا امي. انا بقيت غير كنشوف فيه وما لقيت ما نقول، خليته كيليد بحال المريوه ونط بثلاث ساعات اخرى. مهم ما خلانيش، وفي الاخير خرج للحانوت مشى شرا جوج ديال القفوله قفل البيت هز سوارت عنده. انا من داك الوقت ما دخلت لهذاك البيت وزيد ما كانش عندي فيه ما ندير غير الشطايط قدامي ماريو بيبانو طايحين، واحد الناموسيه ديال الحديد قديمه مستمرس ما فيهاش شي حاجه اللي تبقى فيا. الحاصل سد داك البيت دار السوارت ديالو في جيبو وكان هذا البيت كيدخل ليه دائما دخل لي، وكان تما جامع الكتوبه ديالو اللوح والصمغ وداكشي اللي كيكتب فيه به، وحتى الصلاه بعض المرات كيكون كيصلي تما. غادي تقولوا لي والجامع اللي مشارط فيه؟ غادي نقول لكم، هو يا سيادي كان كيقول لي كيصلي النوافل في الدار وقيام الليل. ها قال لك قيام الليل، انا باش ما نكذبش عليكم ما كنت كنعرف ولا كيصلي ولا كيتحرف في داك البيت، ما كنتش كنديها فيه، كندخل لبيتي وكنسد عليه وكنخليه مخشي في داك البيت في السوايع عاد كيخرج. ما بقينا على داك الحال. من بعد راجلي غادي يتشرف في المدينه الناس كامله رجعت كتسول فيه وكتجي حتى لعندو للدار. واحد الجيران ملي شافو الناس رجعت خيطيبيطي علينا في الحومه شكو فيه كيدير شي خدمه ما هياش، وراه بزاف على السباب، هذا راه عنده الخدمه متقونه وضربته ما كتعاودش. ايوا الجيران ديالنا حطوا عليه وسولوا الناس اللي كتجي عنده علاش كيجيو، وهنا غادي يعرفوه كيدير السحر والشعوذه. جارتي هي اللي سولت عليه، واحد المراه كانت كتجي عنده وقالت لها شتكم كتجيو عند الفقيه الفلاني، واش ضربتو متنا ولا كيفاش؟ قالت ليها يا اختي وهذا الفقيه رحمهم عند الله راه كيجمد الماء في الركابي. قالت ليها بحالاش؟ قالت ليها خدمته متقونه. قالت ليها شنو كيدير بالضبط؟ قالت ليها كيدير المحبه وكيرجع المطلقه وحتى الكره والتخرب كيديرو انت وجيبك.
ايوا الاخرى غير عرفت شنو كاين زرعتها ما بين الجيران، قالت لهم فلان اكبر مشعويد في المدينه، صافي خططوا باش يجريو عليه من الجامع. انا منين قالوا لي راجلك مشعويد وكيسحر الناس ما تيقتهمش، حيت ما عمرني كنت كنعتقد انني مزوجه بواحد مشعويد، واخا هو قبيح معايا والمعامله ديالو ناقصه حتى مع ولادو، ما عمر طاحت عليا يكون السيد مشعويد، زائد ما عمرني شفت عليه شي علامه ديال السحر. ايوا الجيران ناضو شدو معاه الضد، ما تهناو حتى خرجوا من داك الجامع، وما بقاش كيصلي بيهم في داك المسجد اللي كان مشارط فيه. هو شد معاهم الضد وما بغاتش تصرت ليه، بقات كتحفر فيه. الراجل جرح بحال شي وحش في الدار. انا كنت كنقول ليه يا هاد الراجل مالك على حالك، ياك انت ما داير والو، ما عندك حتى تخاف، الجماعه كيعرفوك الا عرفوك راجل ونص غادي يرجعوك تصلي بيهم. وكان كيقول لي انا واخا حتى نرجع لداك الجامع ما غاديش يتسرطوا ليا، واش جاتك مزيانه يردوا فيا اللي ما فياش. ايوا كيبقى يعاير فيهم بالواحد. صافي داز واحد الايام لقى واحد الخدمه مشى كيخدم، عيطوا ليه شي ناس لواحد المسجد يقرا الوليدات القران الكريم. انا ملي شفت الراجل خدام على راسو ما بقاش كيجبد حس الجامع حس الجيران، قلت صافي انسى وما دارش في راسو شي حاجه. ايوا قلت الا كانوا هما ظلموه مازال ربي ينتقم منهم واحد بواحد، بالخصوص هذاك اللي طيح عليه الباطل هو ومراته. ايوا فعلا ما جات تكمل عام يا خوتي على هذيك الهضره، حتى كان ربي تلف ليه الشقف ولا بحال شي حمق في الزناقي. هما كانوا كيقولوا الحشيشه هي اللي حمقاتو، ولكن بيني وبينكم السيد ما كانش كيكمي بزاف لدرجه غادي يحمق بها، كان كيكمي مره في شحال، وعلى ما قالت لي مراته، وحتى هي مسكينه كانت كتقطع في القلب. بقات حاصله في ربعه ديال الدراري، شي مريض شي معذور، رجعوا دائما مراضين، وزيد ما بقاوش الجيران كيحترموهم نهائيا، وكانت كتحس بالنقص معاهم، غير انا اللي كنت كنتهلا فيها، حيت كانت كتشفني هي وليداتها. المهم بقينا واحد المده عايشين حياتنا عادي، ولادي كلشي دخلتهم للمدرسه، انا كنت كنصيفطهم يقرا وكنرجع نخدم شغلي، كنطرف الدار كامله وكنرجع نشعل التلفزه ونجلس نتفرج عليها. حتى لواحد الصباح نط جمعت الدار، مشيت خرجت بالحاشاكم من القمامه، وانا نلقى واحد القطيوط غير صغيوره مسكينه كترجب بالبرد، بردانه وجيعانه هزيتها ديتها معايا للدار، كان عندي الحليب خويتو ليها عطيتها شربت، من بعد دفيتها حتى سخنات. ايوا خرجتها قلت دابا ترجع عند الام ديالها وما تلقاهاش، ولكن ملي خرجتها ما بغاتش تمشي، انا حطيتها برا ورجعت هي تابعاني وبقات عليا مياو مياو مياو. انا ملي شفتها بحال هكداك رجعت تبعتني بقات فيا، رجعت دخلتها للدار. ايوا من ديك الساعه وهي عندي كنت متهليه فيها، مع كنت كنشيط الماكله وكنعطيها تاكل، كان الخير موجود. لقات التهليه دغيا كبرات، الراجل ما كانش كيحمل هاد القطه، الوقت اللي كيجي حداه كيجري عليها، ودائما كيقول لي خرجي عليا هاد المصيبه من الدار، علاش جبتيها؟ كنت كنقول ليه خليها، علاش غادي نخرجوها؟ خليها مسكينه. كيقول لي بعدي عليا هاد القطه. ايوا هي هذيك ما كانش كيحمل فيها الشعر، كنقول ليه غير خليها بعدا تهنينا من الفيران اللي راهم دايرين حاله في ديك البيت ديال امك. هو ملي كنجبد ليه حس البيت كيبقى يزعف عليا وكيقول لي بعدي عليك بيت امي ولا ما غادي يعجبك حالي. ايوا شنو غادي نقول لكم، انا ما كنتش كنديها فيه. المهم بقينا واحد الايام اللي كانت قليله، حتى لواحد النهار مرضت امي الحبيبه مشيت عندها انا ووليداتي، اما راجلي بقى في الدار حيت ما عندوش كيفاش يدير. ايوا مشيت لقيت امي عيانه حالتها حاله، بقيت معاها واحد السيمانه بحال هكداك، عاد رجعت لداري. ملي رجعت لقيت القطه اللي خليت من مورايا ما كايناش، بقيت كنقلب كنعيط عليها والو، القطه تحلفوا عليها تشقت الارض وبلعاتها ما كايناش. مني جا راجلي سولتو عليها قال لي ودي راه كلاوها الكلاب، راه واحد الليله بات تبرا وشدوها الكلاب وفرسوها وخلاولها مسكينه مصرنها مليوحين في المنجوره، وجمعتهم ورميتهم في الطرود الزبل، وراها مسكينه بقات فيا وبقى كيتحسر عليها. كذبش عليكم بقات فيا بزاف، قلت ليه مسكينه باقا صغيره الله ياخذ فيهم الحق. ايوا هي هذيك انت ملي عرفت القطه ما تبقات كتبكي عليها، راجلي قال ليها واحد انت كتبكي على قطه، قلت ليهم القطه ماشي خلق الله، حتى هي ربي زرع فيها الروح وحتى هي فيها اللحم والعظم وفيها الدم وكتحس بكل شيء، وبقى عليا الموت علينا فرض وهادي وديك. المهم قنعني بكلامه بلي كلاوها الكلاب. هي هذيك انا تيقت الكذبه اللي كذب عليا بركابي. بقينا واحد السيمانه ولا ما كاملاش بحال هكذاك، حتى لواحد النهار كنت غادي نصبن، بقيت كنجمع في الحوايج باش نصبنهم، وهاد الحوايج فيهم حتى الفوقيات والجلالب ديال راجلي، بديت كنصبن فيهم. انا كان قبل ما كنصبن الحوايج كنفتشهم، منين ضربت يدي الجيب ديال السروال قندريسي ديال الراجل لقيت فيه السور ديال داك البيت اللي مسدود، غشت السعر وقررت نمشي ندخل لهذاك البيت ونشوف شنو فيه، قلت الا كان موسخ ولا مغبر نخملو بعدا قبل ما يجي. ايوا هي هذيك غير كملت التصبيب مشيت فتحت داك البيت، ويا ريت
يا بنيتي أمينة ما فتحته، ويا ريت يا وليداتي ما فتحته ولا دخلت ليه. مني مشيت بان لي البيت مقلوب، ناموسيا مكحزه من بلاصه، الكوش محطوطين في الارض، الغبره السم الغبره وداك ديال الرتيله في كل بلاصه. مشيت للكوزينه هزيت الشطابه، بقيت كنشطب وكنخمل فيه. ايوا انا وصلت للناموسيا تبان لي من تحتها بزاف ديال التراب، شريتها باش نشطب من تحتها. ملي جيت نشطب بان لي التراب بزاف، بحال البيت محفور والزليج ديالو مهرس. جاني الفضول قلت ايوا العجب، علاش هاد البلاصه دايره بحال هكذا؟ التراب مكركر في واحد الجهه وزيد الزليج مهرس، علاش زعما؟ هو هاد الشيء اصلا ما كانش في الاول، ملي كانت عاود سي عائشه ما كانش، حيت كان كلشي مصلوح. قلت لك ما راجلي خزن عليا هنا الفلوس ونكر مني. ايوا هاد الشيء علاش ما كان خلينيش السيد ندخل لهاد البيت. ايوا جبت واحد العمود بديت كنخبش بداك التراب، في الاخر غادي نكتشف بلي هذيك حفره. بقيت كنبش حتى كنطلع واحد الكارثه عظمى، ما تصوروش شنو لقيت في ديك الحفره. داك الحفره لقيت فيها الراس ديال القطه مدفون. ويه اخواتاتي، ما كاين لا فلوس ولا هم يحزنوا، الراس ديال القطه ديالي مسكينه، وهذا الراس بدا كيتعفن وفيه واحد الريحه اللي خانزه. انا من شفت قلبي وجعني وضرني، قلت شنو كنشوف؟ الراس ديال القطه ديالنا مدفون هنا، ولكن علاش وشكون اللي دفنو؟ بقيت كنتسائل مع راسي. مني شديت هذاك الراس بقيت كنشوف فيه غادي نلقاه مخيط بخيط كحل، ومنين قريت المعوذتين عليه وفتحت ديك الخياطه غادي نتفاجئ بالتصاور ديال الجيران ديالنا. شي ثلاثه ديال الناس، رجال وجوج ديال العيالات ومعاهم شي خيوطه وشي زغب وشي جلوده ما عرفتش ديالاش، وجمع هاد الشيء كامل ومعمر بهم فم القطه ومخيط عليهم واحد الحاله ما نقولش لكم عليها. انا مني شفت داك الشيء هذاك تصدمت، وهنا غادي نعرف بلي راجلي سحر ومشعوي. بديت كنغوت وكنلتخ ما عرفت ما ندير. الحاجه الوحيده اللي جات قدامي هي نمشي عند الجيران ديالنا ونوريهم ديك القداره اللي دار راجلي فيهم، حيت الا بقيت وقلت هالراجلي هو غادي يقدر فيا يدير فيا شي حاجه انا الاولى. فعلا سمحت في كل شيء، مشيت عند دوك الجيران فتحت وريت لهم الخبز ديالو، قلت لهم ها شنو داير فيكم الفقيه ديالكم. هما مني شافوا داك الشيء بغاو يحماقوا، ما تقبلوش وما بغاش ما بغاوش يسحر ليهم، ومن حقهم. هم تيجا للدار ما خليت فيه غير داك الشيء اللي نسيت، عارتو وبهدلتو، ناض ضربني طردني من الدار قدام الجيران، حيت هما مشاو عنده لذاك الجامع وشوهوه وفتحوه قدام الوليدات الصغار، وكلشي عرف هذاك الفقيه ساحر ومشعوي. من بعد ناضو شكاو به للبوليس بتهمة السحر والشعوذة. ايوا شنو غادي نقول لكم، وراو للبوليس داك الراس ديال القطة وشنو فيه، وعرفوا بلي هو مشعوذ وسحار. صافي جاو البوليس لقاه باغي يهرب، ولكن شي جيران ما خلاوش يهرب، شدو حتى جاو البوليس اعتقلوه بتهمة السحر والشعوذة. اما انا غير فضحتو قدام الجيران والناس هزيت ولادي بات ما صبحت، بعدت عليهم كاملين ومشيت لواحد المدينه اللي كانت بعيده وبلا ما ندخل الاسم ديالها، بقيت مرميه فيها شحال وانا كندور. من بعد مشيت مع عند واحد الجمعيه ديال النساء المعنفات، عاودت لهم كل شيء والحمد لله وقفوا معايا وساعدوني في بزاف ديال الحوايج. اول حاجه نط دفعت الطلاق ديالي بداك المشعوذ، مساعدة ديال الجمعية هي اللي عاونتني. من بعد شي ناس جمعوا لي الفلوس وكراو لينا واحد الدار، حتى رصيت راسي ولقيت خديمة اللي نتمعش منها، ورجعت الحمد لله ديت الطوموبيل وهزيت غير حويجاتي وحويجات ولادي. من بعد رجعت على طريقي وبديت كنخدم على راسي وعلى وليداتي، واكيد الله غادي يعوضني، البنادم غير يصبر وصافي. حتى انا ربي عوضني، واخا تكرفصت طحت ومت وهزيت ولادي وربيتهم بالحلال. اما الاب ديالهم شدوه في الحبس واحد المده طويله، من بعد خرج. من نهار طلقت منه ما شفتو ولا سمعت عليه شي خبر، حيت واحد جارتنا هي اللي كانت كتهضر معايا في التليفون وعاودت لي عليه. قالت لي واحد النهار خرج وجا للدار، ومنين شافوه الجيران رجع للدار نادو طردوه منها ورجموه بالحجر، مشى بحالاته من تما ما بقى عاود رجع. الحمد لله ربي اش غادي نقول لكم، عطاه قد على قد نيته، بقى طويل عريض ودابا يشوف واش السحر غادي ينفعو بشي حاجه. هو خسر راسو مع الله وخسر ولادو وخسر الدنيا والاخره، اما انا صبرت وربي الحمد لله عوضني على كل شيء. دابا وليداتي متهلين فيا وهزيني بحال الماء القليل، ولدي الكبير مشى للخارج، بنتي تزوجت عندها بنيه، اما ولدي الصغر جوجته ومعاه انا دابا عايشه. الحمد لله مهلين فيا وليداتي وربي عوضني على ما داز عليا، وكل واحد فيهم كيفاش كيتعامل معايا. واخا انا باقا شاده في راسي وبصحتي الحمد لله، هما كيلاليو بيا ودايرين اللي في جهدهم معايا، الله يرضي عليهم كاملين. اما الاب ديالهم هما ما بغاوهش، حتى تبدل الاسم ديالو قدامهم حيت كرهوه وطلع ليهم في راسهم وما بقاوش كيستعرفوا به. هو يستاهل ما جرى فيه،
ايوا هذه هي القصه ديال خالتكم مع راجلها اللي كان كيحسب ليها مزوجه بفقيه هو طلع غير مشاوي، ولكن ربي سبحانه وتعالى فتحه براس القطه. داك القطه مسكينه دخلتها من البرد واعتقتها من الجوع وتهليت فيها، كانت سبب في تغيير الحياه ديالي كامله. انا اللي تهليت فيها ربي نصرني بسببها، هو اللي كان جنو فيها ودار فيها المنكر ربي فتحه وشوه قدام العادي والبادي، وباش تعرفوا الروح عزيزه عند الله حتى هي ربي خدا ليها حقها منه، والحمد لله على كل حال. وهذا ما كاين، نتمنى القصه ديالي تكون وصلت لكم كيف ما كنت باغا، وهذا الشيء اللي كاين. وبسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين خوتي خواتاتي مستمعين مستمعاتي، كيف ما سمعنا القصه ديال خالتي خديجه. خالتي خديجه تبارك الله عليك، وشكرا بزاف 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 كونك انك شاركتي معنا بالقصه ديالك، جزاك الله خيرا. شكرا للكلام الطيب اللي قلتي في حقي وفي حق الناس اللي متبعين هذه القناه. الصراحه القصه ديالك زوينه بزاف، تقشعر لها الابدان. كاين الناس اللي ما كيخافوش من الله وكيلتجؤوا للسحر والشعوذه وكيلبسوا واحد القناع ديال البراء، هما مجرمين صراحه. ديك القطه بصح فضحاتو وانت الحمد لله هناتك منه. شكرا بزاف بزاف، القصه ديالك زوينه بطبيعه الحال. الله يطول في عمرك والله يسخر لك وليداتك يا ربي ويخليهم لك ان شاء الله، وتشوفيهم ان شاء الله كيف ما بغيتي. شكرا لكم كاملين، شكرا على حسن الاستماع، دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.